هزيمة أخرى يلحقها مجلس اللوردات بالحكومة البريطانية في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي. المجلس يرفض خطط لندن في مجال حقوق الإنسان ويصوت للحفاظ على الميثاق الأوروبي كجزء من القانون المحلي. فيما يتعلق بحقوق الإنسان، اللوردات تنقسم غاياتهم إلى ثلاث: واحد هو إحراج الحكومة، الثاني بعض اللوردات لهم مصالح مرتبطة بإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بشكل آخر، وبالتالي عرقلة استراتيجية الحكومة للخروج. المجموعة الثالثة هي مجموعة بالفعل قلقة على تطوير مفهوم حقوق الإنسان في إطار مفهوم الاتحاد الأوروبي. هي الهزيمة الثالثة للحكومة أمام مجلس اللوردات في ملف الخروج خلال أسبوع واحد. الأولى كانت بتوصية المجلس على تعديلات تبقي المملكة المتحدة بشكل أو بآخر في الاتحاد الجمركي الأوروبي، والثانية جاءت بتكريس حقوق العمال الأوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. مجلس العموم قد ينقسم ويحرج الحكومة ويعرقل استراتيجية القانون نفسه خروج من الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة بمساعدة النواب العشرة من شمال أيرلندا قد تحول هذا التصويت إلى تصويت على الثقة بالحكومة. في هذه الحالة لن يكون أمام نواب مجلس النواب من المحافظين من نواب الحكومة إلا الانصياع للحكومة. إذن قرار مجلس اللوردات سيعيد الاتفاق المتعلق بحقوق الإنسان إلى مجلس العموم. وبينما يؤيد البعض هناك القرار، يقول البعض الآخر إنه يجسد تخليا من المؤسسة التشريعية عن التزاماتها تجاه البريطانيين، خاصة وأن ميثاق حقوق الإنسان الأساسي يتضمن تفاصيل أوسع وأشمل من الميثاق الأوروبي. عام حافل ينتظر البرلمان البريطاني في التصويت على قضايا تتعلق بطلاق لندن وبروكسل، فهل تصمد الحكومة أمام الهزائم المتتالية التي تطالها من قبل البرلمان في هذا الملف؟ أم أن رياح الخروج من الاتحاد الأوروبي ستجري كما تشتهي السفن تيريزا مي؟ بهاء العوام، قناة الغد، لندن.